شيخنا، هنا من الأسئلة التي وصلتنا في منصة إكس، إحدى الأخوات هنا تسأل تقول: هل يصح قراءة أذكار الصباح الساعة 3 فجرا وأذكار المساء الساعة 5 عصرا، أم أن الأذكار تكون بعد صلاتي الفجر وصلاة العصر؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. الأقرب أن الصباح والمساء هو طرفا النهار، هذا هو الأقرب، وأحيانا قد يطلق الكل ويراد به الجزء. فإذا قيل المساء، فالمساء في اللغة العرب هو ما يكون بعد زوال الشمس، فيسمونه مساء، وهكذا فسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت، وكان هذا بعد الظهر. وهذا يحتاج إلى تأمل، أن نقول بأن أذكار المساء تبدأ من بعد الظهر، فهذا مساء نعم، ولكن دلت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة على إرادة طرف النهار، وكذلك أيضا ما ورد فيها من الذكر في الغداة والعشي، والعشي هو يكون بهذا المعنى. فالأقرب أنه طرف النهار، كان يكون من منتصف العصر أو من اصفرار الشمس أو قبل المغرب أو بعد الغروب بقليل، كل هذا في الحقيقة هو مساء، وكذلك الصباح يكون بعد الفجر. أما كونها الساعة 3 فلا أدري عن المواقيت عندهم، ولكن الصباح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، بغض النظر عن قولها الساعة 3، قد يكون هذا وقت السحر كما هو الحال عندنا في مدينة الرياض، هذا وقت السحر وهو آخر الليل، ولكن المقصود هنا هو أن يكون هذا من الصباح، والصباح يبدأ من الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا أوله، وهذا هو هي الغداة، وكذلك هذا هو طرف النهار الآخر الذي يكون في المساء، هذا هو الأقرب وهو الأحوط أيضا، والله أعلم. نعم.